وزير الخارجية الفلسطيني كان ليه تصريحات النهاردة بيقول فيها انهم شغالين على الا تتحول الضفة الغربية الى غزة اخرى من حيث الدمار، وان اللي بيحصل في الضفة بينذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنين وانه لابد من ايقافهم. هل يمكن ان تتحول الضفة الى غزة اخرى؟ هذا واضح أن سياسات حكومة اليمين الفاشل المتطرف منذ صعودها زادت من وتيرة الاستيطان، لدرجة نستطيع أن نقول أنه في العام الأول لهذه الحكومة ارتكبت من الجرائم في الاستيطان أضعاف 10 أضعاف باقي الحكومات. هذا لا يعني أن الحكومات السابقة كانت يعني حكومات ليبرالية وحكومات ترغب بالسلام. المجتمع الإسرائيلي ككل ينحو نحو اليمين واليمين الفاشي المتطرف، والصراع كان ما بين يمين ويمين، وقوى اليسار في المجتمع الإسرائيلي تراجعت، حتى ميرتس التي كانت تؤمن بالحقوق الفلسطينية في حدود يعني قرارات الشرعية الدولية للأمم المتحدة اختفت من المسرح، وبالتالي نحن نشهد صراع داخلي ما بين هذه المكونات، كلاهما لا يرى للشعب الفلسطيني حقوق. وبالتالي هناك إجماع على ضم الضفة الغربية وعلى ضم مدينة القدس وعزلها وتهويدها والسيطرة على المسجد الأقصى وإقامة ما يعرف بالهيكل المزعوم. ولذلك الممارسات على الأرض وإطلاق يد قطعان المستوطنين وحرق حوارة بالأمس، وهذه ثالث مرة تتعرض حوارة وترمسعية وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، سرقة المواشي، تدمير المنازل، تهجير الفلسطينيين قصرا، إطلاق دعوات للتهجير، لأن كذلك الأردن مهددة أيضا بمشروع التهجير القصري في إطار دفع الفلسطينيين في الضفة الغربية نحو الأردن ودفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو جمهورية مصر العربية. وبالتالي في ضمن هذه المخططات كان لابد أن يتم مواجهة هذه المخططات بسياسة فلسطينية تقوم على يعني القطع مع مسار واتفاقات أوسلو والتحلل من كل قيود والتزامات اتفاق أوسلو والبناء على مقاربة تدويل للصراع، وهذا يعني استعادة الوحدة على أساس شراكة سياسية تأخرنا فيها كفلسطينيين، فشلنا رغم كل الجهود التي بذلت عربيا وعلى رأسها الجهود المصرية وعلى رأسها الجهود الجزائرية والجهود الوطنية الفلسطينية. آن الأوان أن ندرك أن الجميع مستهدف: الضفة الغربية، القدس، قضية اللاجئين التي الآن تحاول أن تصفى عبر تجفيف منابع المال لوكالة الغوث، اليوم يصدر قرار بإغلاق مقراتها في الضفة الغربية وفي القدس، أيضا يتم منع الشاحنات من سومطرش لدخول حتى الشاحنات الدقيق القادم من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اختلافات حتى في داخل دولة الاحتلال، صراع إسرائيلي إسرائيلي وصراع إسرائيلي أمريكي وصراع إسرائيلي مع كل العالم ومع كل الفلسطينيين. امبارح بايدن كان في مؤتمر مع الملك الأردني عبد الله، قال إن أكثر من 1 مليون نازح مكشوفين وضعفاء يحتمون في رفح، ودعا لعدم اقتحامها. شايف ازاي التصريح الرومانسي ده؟ يعني سمعت الى تصريحه وهو تصريح للاسف متراجع عن تصريح سابق له، قال انه يرفض عمليه في رفح تماما خشيه من تاثر العلاقات المصريه الاسرائيليه في جانب، ولا باعتبار اهم منجز للسياسات الامريكيه في السنوات الاخيره منذ 79 وحتى الان هو اتفاقيه كامب ديفيد. وفي جانب اخر هو الجانب الثاني انه اراد يعني مل من نتنياهو في قضية كما ذكرتي ربما في برنامجك سابقا بأن هناك تلاعب كما القصة، يعني إظهار أن هناك تباينات. نعم ندرك أن أحد محددات السياسة الخارجية الأمريكية حفظ أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هناك تغيرات جرت في المجتمع الأمريكي لابد أن نراها. حتى في منظمة إيباك هناك تغيرات، هناك قطاع شبابي كبير من اليهود باتوا يرفضون هذه الجريمة. جريمة الجينوسايد هي أم الجرائم كما نقول، ولا أحد يقبلها في العالم. الإبادة الجماعية، وطبعا الإبادة الجماعية، والعالم كله، هناك انتفاضة عالمية في الولايات المتحدة وفي أمريكا وفي غيرها من دول العالم ترفض جرائم الاحتلال، لأنه لم يتسبق للبشرية أن رأت فظائع بهذا الشكل. نعم، الخارجية الأمريكية دلوقتي مطلعين تصريح الأولوية هي ضمان استمرار حصول الأبرياء في غزة على المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة وغيرها، ووفقا للهافينغتون بوست البيت الأبيض يجري تقييما بشأن احتمال ارتكاب إسرائيل انتهاكات للقانون الدولي بغزة، ومصدر رفيع المستوى ينفي وجود خلافات باجتماع القاهرة ويؤكد إيجابية المباحثات واستمرارها. هذه نتاج الضغوط. أولا في دعوة رفعت على بايدن وبلينكين ووزير الدفاع الأمريكي في ولاية ميتشيغان، ولولا أن القضاء قضى بعدم اختصاصها ربما لحوكم بايدن. يجب أن ندرك تماما أن أمريكا تغيرت والعالم تغير ما بعدها. نحن لولا هذه الجهود الشعبية لقلنا أننا نعيش في غابة. هذا النظام الدولي فشل.
في حماية المدنيين، وفشل حتى في إنفاذ تدابير محكمة العدل الدولية القاضية بوقف جريمة الإبادة الجماعية واتخاذ تدابير احتياطية بوقف قتل الفلسطينيين، تهجيرهم، تدفق المساعدات الإنسانية. قبل قرار لمجلس الأمن، قرار للجمعية العامة، إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات. إسرائيل دولة مارقة، دولة إرهاب منظم، دولة مسكونة بالحلم الذي يقوم على فكرة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وأن العرب الجيد هو العرب الميت، وأن الأغيار مسموح لهم أن ينكلوا بهم، كما ذكر بن غفير يعني عندما بصق أحد المتطرفين على أحد الكهنة في المسيحيين في مدينة القدس. لغاية الآن إسرائيل تمنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى والمصلين في الكنائس من الذهاب إلى الصلاة. نحن نتحدث عن دولة مارقة، وبالتالي بايدن أراد تخفيف حجم الضغوط، وخاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، بإصدار مثل هذه القرارات. أولا قرارات تضر الرماد في العيون، فرض عقوبات على 4 مستوطنين، وتبعت بريطانيا وتبعت فرنسا الآن في سياسة متوالية. هذا دليل على أن السياسة الأوروبية سياسة ذيلية للولايات المتحدة الأمريكية، ولغاية الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تقول لنتنياهو، تقنع نتنياهو بوقف الحرب، لأن نتنياهو مستقبله السياسي مرهون بذلك، عدا عن أن نتنياهو يميني أكثر من سموتريش وأكثر من بالغفير. نتنياهو ولكنه ثعلب، هو تجربة السابقة كرئيس وزراء لفترة طويلة وعمله في مجال الإعلام وفي مجال الأمم المتحدة يحاول أن يظهر هذه التميزات، ولكننا نتحدث عن دولة تمارس إجرام وهؤلاء قتلة يجب أن يحاكموا أمام القانون الدولي. حتى في أصوات من داخل المؤسسة الحاكمة في أمريكا بدأت بتقول طبعًا أن إسرائيل بتمارس جرائم حرب. طبعًا في ده كان تصريح للسناتور الأمريكاني كريس فان هولن. اللي بينتمي للحزب الديمقراطي، فيعني واضح أن الرجل ده يعني مش هنشوفه. لا لا، هو حتشوفيه. أنا ربما أخالف ضيفك السابق في هذا المجال، لأن هناك الآن في الحزب الديمقراطي باستطلاعات الرأي وصل مستوى التأييد لفلسطين لأول مرة أكثر من 49%، وهذا مهم. الجانب الآخر أن هناك موظفين في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية احتجوا واستقالوا بشكل واضح، وهذه كانت رسالة واضحة في المجتمع الأمريكي. هناك فنانين، كتاب، جماعات مختلفة، لأول مرة تجد في البيت الأبيض في واشنطن مسيرات مليونية، وهي مستمرة لغاية الآن في كل الولايات المتحدة الأمريكية. ربما لا تصل إلى مستوى القطع والتغيير في السياسة الأمريكية، ولكن النظام السياسي الأمريكي نظام سائل، يعني نظام مراكز الضغط فيه وجماعات الضغط تلعب دور كبير جدا في التأثير في صناعة السياسة. فكما إيباك الآن التي فرضت، يعني تخيلي، دفعت 70 مليون دولار على إعلان واحد على أن السامية ومعادات السامية زادت، هذا الإعلان فشل رغم أنها دفعت ملايين الدولارات من أجل هذا الإعلان أن يأتي في مباراة كرة قدم في الولايات المتحدة الأمريكية في ذروة هذا الإعلان. الاختراق الذي جرى هو أن وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت أن تبث الحقيقة، استطاعت أن تكشف الفضائع التي تحدث في داخل الأراضي الفلسطينية. هناك تغيرات، ولكن لغاية الآن هذه التغيرات لم تتحول إلى مستوى أن تصبح قرارات تنفذ في هذا المجال. ولكن علينا أن نراكم، رغم أن الفضاء الآن، لاحظي العالم وبالذات العالم الاستعماري القديم والسياسات الاستعمارية يبحث عن رهائن، الحديث عن الرهائن دون الحديث عن الكارثة الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي مارسها نتنياهو وحكومته وجيشه بحق المدنيين الفلسطينيين.